السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قضايا وآراء. عانت الأمة الإسلامية طويلا من ويلات الانحرافات الفكرية والمنهجية على مدى عصور التاريخ الإسلامي، ذلك لأن الانحرافات الفكرية أنتجت فرقا وطوائف، بعضها لم يكتفي بسل لسانه وقلمه بل تعداه إلى سل سنانه ورمحه، مما أرهق الدولة الإسلامية شرقا وغربا في الأرواح والمال. والأمة الإسلامية اليوم لا زالت تعاني من ويلات هذه الانحرافات التي أخذت تتجدد وتتخذ لها صورا وأشكالا متعددة من خلال تبني جماعات وطوائف لها، أرهقت هي الأخرى الدول والشعوب في الأرواح والمال والعتاد، وكانت من الأسباب الكبرى في التخلف الذي تعيشه الأمة اليوم. الشيء المثير أن الجماعات كانت في السابق انحرافها ذاتي نشأ عن فهم مغلوط وتفسير خطأ للنصوص الشرعية، وانطلاقتها للتغيير كانت من تلقاء نفسها. أما اليوم فللأجنبي الكافر اليد الطولى في تحريكها وعبثها وفسادها في الأرض، وهو ملاحظ لكل ذي عقل. وبلادنا وباعتبارها جزءا من الأمة الإسلامية عانت وتعاني من آثار هذا الانحراف الفكري، منعكسا في بعض الجماعات التي برزت على الساحة في السنين المتأخرة وكان لها الأثر القوي والواضح في الفوضى التي تعيشها البلاد. وأبرز هذه الجماعات جماعتان، ما يسمى بتنظيم الدولة داعش، والجماعة التي تنسب نفسها للسلفية والتي اصطلح على تسميتها بالمداخلة نسبة للشيخ السعودي الجنسية ربيع المدخلي. في هذه الحلقة من قضايا وآراء سنستعرض إن شاء الله تعالى صحبة ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي السبعي لهذه الانحرافات الفكرية من حيث أسبابها ومآلاتها، وسيكون الحديث من شقين، الأول عن داعش والثاني عن الجماعة التي تنسب نفسها للسلفية والتي كما ذكرنا اصطلح على تسميتها بالمداخلة. قبل البدء أود التذكير بأنه يمكن للمشاهدين الأفاضل التفاعل مع موضوع الحلقة بالتواصل بصفحات القناة التي تظهر عناوينها على الشاشة الآن. أرحب بك يا دكتور علي. أهلا وسهلا بك مجددا. حقيقة سؤال لابد منه في قبل الحديث عن من ذكرنا من الجماعات قبل قليل. يرى الحقيقة المتابع اليوم أن التيارات الدينية المنحرفة سواء في جانب الغلو والتكفير أو في جانب الإرجاء والتبديع وغير ذلك، يرى عليهم الحقيقة، وهذا يجب أن نعترف به، يرى عليهم آثار صدق التدين الحقيقة، وهذا آثار صدق التدين يستلزم في الحقيقة الورع والتروي قبل الحكم وقبل الفعل. يعني لماذا هذا الانخراط من الشباب في هذا الانحراف؟ يعني يفترض في هذا المتدين أن يكون لديه تروي ويكون لديه التزام ويكون لديه، لكن نرى أنهم ينخرطون في هذا الانحراف، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا البرنامج الحقيقة من اليوم الأول كان التركيز، عامة التركيز، على المفاهيم والأفكار والتصورات والعقائد، لأن كل الانحرافات، وهذه كررناها ربما عشرات إن لم يكن مئات هذه الجملة تحديدا، أن كل الانحرافات التي تراها سلوكيا هي مردها إلى الفكر والتصورات والاعتقادات. والمتأمل في الفساد الذي يقع في عند المتدينين سيجده كثيرا حتى في الطوائف الأخرى كالنصارى. اليوم النصارى يتعبدون ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. صحيح. يعني تجد فيهم، تجد الناس يذهبون إلى أفريقيا ويتعبدون ويتقربون باعتقاداتهم التي يظنون أنها الصواب. التدين أو التعبد أو الزهد أو الورع ما لم يضبط ضبطا حقيقيا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون وباله جسيم وعظيم جدا. والأمة قد اكتوت بهذا الانحراف من المتدينين المنحرفين، وهذه يشق على بعض الناس أن يفهم. هناك متدينين مخلصين يقومون الليل ويصوموا النهار ويبذلون أرواحهم في سبيل الله كما يظنون هم، ولكن هم منحرفون غاية الانحراف. ولعلنا نبدأ بطائفتين غير هذين اللذين ذكرتهما. نعم، سنبدأ بطوائف قديمة. الخوارج من أشد الناس تعبدا وقربة إلى الله في جهادهم وصلاتهم وصيامهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن
في العبادة والطاعة هم يعني يتعبدون أكثر من الصحابة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم. ولما اقترب منهم ابن عباس في المناظرة المعروفة قال: سمعت لهم دويا كدوي النحل من قراءة القرآن. هذا التعبد وهذا الزهد وهذا الورع وهذا يعني قوة الالتجاء إلى الله لم يكن مضبوطا بما شرع الله من الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك وقع لهم انحراف، فكان انحرافا قاتلا. بلغ بهم الانحراف أن أعملوا السيف في خيار الأمة، قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا كثير من الصحابة وأرهقوا الأمة كما ذكرت في المقدمة الموفقة، أنهم أرهقوا الدولة الإسلامية في المال والعتاد والأرواح والدماء ونحو ذلك. فهنا المتأمل في حال الخوارج سيزدهم نساك، عباد، زهاد، بل لهم من الأشعار في الزهد والشوق إلى الله ويعني والإقبال على الله والابتعاد عن الدنيا ما يستغرب الإنسان، لكن لأنهم تركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانحرفوا فأعملوا السيف وأعملوا يعني كل ما أتاهم الله من قوة في الصد عن سبيل الله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية اللي هم الرافضة الشيعة، هؤلاء دعني أرجع إلى الخوارج. الفكرة المنحرفة التي وقعت لهؤلاء الخوارج أنهم قرأوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فخرجوا بفهوم لم يفهمها الصحابة رضي الله عنهم. قالوا الذي يقع، هذه تناولناه في عدة حلقات، نعم صحيح، قالوا نعم. الذي يقع في الكبيرة كشارب الخمر والزاني والمرابي والسارق ونحو ذلك، الذي يقع في هذه الكبيرة فهو كافر مستباح الدم، والذي يحكم غير ما أنزل الله بمفهومهم هم فهو كافر مخلد في النار. فبهذه حكموا على الأمة بالكفر، حكموا على جيش معاوية بالكفر، وحكموا على جيش علي رضي الله عنه بالكفر، واستحلوا الدماء بدل سيوفهم توجه إلى خصوم الإسلام وجهوها إلى خيار الأمة. هذه الفكرة البسيطة، انظر ماذا فعلت سلوكيا. الرافضة جاءتهم فكرة من نوع آخر، قالوا مظلومية آل البيت وأن آل البيت أخذ منهم الحكم وأخذت منهم الخلافة بالقوة، والذي أخذها أبو بكر وعمر وعثمان، ولازال ابن سبأ يورد لهم الأفكار ويورد لهم الشبهات ويورد لهم الضلالات، حتى اعتقدوا أن الصحابة كلهم كفروا بالله العظيم إلا خمسة، نعم ذكرهم أهل العلم في وذكرناهم هنا أكثر من مرة. فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد كفروا الأمة كلها وخرجوا بدين آخر. الآن دين الرافضة يوازي دين أهل الإسلام، دين الرافضة أهل الإسلام، ولذلك ابن حزم لما نوذر من قبل النصارى في الأندلس وقال أن كنت الإنجيل كتب كذا وفيه تحريف وفيه كذا، احتجوا عليه وقالوا لهم قالوا له أن الشيعة أيضا يقولون أن عندهم عند فيه آيات شديدة، فقال: أنتم تحتجون بطائفة هي ليست من الإسلام أو كلمة نحوها يعني. فهذا الانحراف القديم. الرافضة لو ترى حالهم اليوم، ولعل المشاهد الكريم ذهب إلى بيت الله الحرام ورأى الشيعة نساء ورجالا لا يكاد يقفون في الصلاة، يصلون ويطوفون ويصلون ويطوفون وعندهم أعمال طاعة وعبادهم يتقربون إلى الله هكذا ظنهم، لكن الاعتقادات التي في الذهن هي بعضه يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فهذا الآن الاعتقاد لما يصل بهم الحال أن أهل السنة كلهم كفار فيرتمون في أحضان اليهود والنصارى والروس ويوالونهم، هذه كلها انحرافات عقدية واردة في الدين. دعني الآن أتكلم عن الذي يقع اليوم ممن يسمى بتنظيم الدولة على سبيل المثال. نبدأ بتنظيم الدولة أولا. الكثير من الناس اليوم لما تقول له هذا داعشي أو هذا في تنظيم الدولة يظنه شيطانا رجيما، لا يكاد لا يستطيع، ولذلك الكلمة التي قلتها قديما أنهم صادقون لم يستوعبها كثير من الناس. هؤلاء الذين تراهم يعني اليوم أنت شياطين يمشون على وجه الأرض عندهم معتقدات لابد أن تعرفها حتى تعرف كيف تتعامل معها. بعض هذه المعتقدات نتفق معهم فيها، لكن البعض الآخر نفترق فيها افتراقا كبيرا. دعني أبدأ بسلسلة تاريخ يعني كلاما تاريخيا نوعا ما حتى نصل إلى الذي نراه اليوم. من الأشياء التي نتفق فيها مع هؤلاء هو قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. لا بد ويجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتقد اعتقادا جازما أن الحكم لله، وأن ما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجب التحاكم إليه ويجب تحكيمه في أرض الله. هذه عقيدة نتفق فيها نحن وهؤلاء. نعم نعم واضحة هذه. نعم. وحتى الخوارج الأوائل نتفق معهم من حيث المبدأ. ف
فالسعي إلى استرجاع الحكم الرشيد والخلافة الراشدة والدولة الإسلامية التي تربط كل جزيئات المسلمين وكل أفراد المسلمين في 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 نسق واحد، هذا واجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نتفق فيه أن الأمة لماذا يندفع هذا الشاب المخلص إلى هذا تبني هذا التيار؟ الأمر عفوا الأمر الثاني نواجهه لما بعد الفاصل إن شاء الله. سأخرج فاصل أيها الأفاضل ثم نعود إليكم، فابقوا قريبا منا. شديد بالقلب يشتعل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل أرى الأحبة من دنياي قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا أرى الصحابة حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا مرحبا بكم أيها الأفاضل مرة أخرى. دكتور، كنت تكلمت عن الأشياء التي يمكن أن نلتقي فيها مع الدواعش. نعم، هو سأذكر ثلاثة أشياء هي لا خلاف بيننا وبينهم في هذه القضايا. الانحراف يقع بعد هذه الثلاثة. الأمر الأول قلنا وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله من الكتاب والسنة، ويجب على الأمة جميعا أن تعود إلى 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 إقامة شرع الله وإقامة المحاكم الشرعية التي يحتكم إليها الناس. وهذه قد يعني سأتكلم عليها لاحقا، لكن الغرب لا يريدها إطلاقا. هذه من الأشياء التي يعني يستميث الغرب من أجل ألا نصل إليها. لابد أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية، هكذا فرض علينا، لأنها هو لأن الصراع الذي وقع وانتصر علينا الغرب فألزمونا بهذه. هذه العقيدة يا أخي المسلم الذي تصلي وتذهب إلى العمرة وتحج وتفعل هذه واحد، يجب عليك أن تعتقد. وأنا هنا أوجه كلامي إلى الدعاة والعلماء وطلبة العلم أن هذه القضية يجب أن تولى اهتماما عظيما، لأنها من صميم العقيدة، من صميم العقيدة إرجاع الناس إلى ما في الكتاب والسنة والتحاكم إليه بقدر ما نستطيع. لابد من العمل على هذه العقيدة وإرجاعها وإحيائها في الأمة. هذا الأمر الأول. هذا الناس من هذا ما أقوله الآن من أكبر ما يروج له هذا التنظيم والذي يستحوذ به على الشباب وعقول الشباب، لأن فيه من النصوص ما الله به عليم، نصوص الكتاب والسنة التي تحث على التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تحصى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء. الأمر الثاني الذي يعني نتفق نحن وهم فيه ويستغلون الشباب به هو مآسي المسلمين. لما تتأمل اليوم مآسي المسلمين يعني ترى ما يفطر الأكباد، ما يفطر الأكباد في حلب وفي فلسطين وفي بورمو وفي أفريقيا الوسطى ونحو ذلك. فهذه الأشياء لما تأتي لشاب صادق التدين وتعرض له بعض الصور وبعض المآسي سيتأثر غاية الأثر. إذن عندنا النقطة الأولى والنقطة الثانية. بقي الأمر الثالث وهنا المقتل. نحن أيضا نعتقد اعتقادا جازما أن الجهاد في سبيل الله إحدى الشعائر الإسلامية التي وردت فيها الكتاب والسنة، وأن الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهي في جهاد. نعم. إلى أن أبطله من انتصر علينا أو قفه أو شوهه.
فيقال له الآن الشاب الصادق المخلص، يقال له يا أخي يا كريم، أنت شاب متدين تريد أن تنقد الأمة وتريد أن تكون من الغرباء ومن الموحدين الذين يحبك الله، الدعوة إلى الكتاب والسنة والعودة إلى الخلافة الراشدة، انظر مآسي المسلمين، ولا حل لك إلا أن تنخرط في الجهاد. فهذه الأشياء موجودة عندنا، الجهاد موجود عندنا وتحكيم الكتاب والسنة موجود عندنا ومآسي المسلمين نراها. هم الآن يقول له حتى تنجو انظر تأمل في حال الأمة، ما في جهاد، علماء باعوا، علماء سلاطين، الجماعات مش عارف ايش، كلها ما بقي إلا نحن. فالشاب يجد الوهج شديد للدعوة، الوهج شديد للدعوة. لذلك أنا أتكلم معهم وتناقش معهم كثيرا، أقول لك يا أخي هم الذين رفعوا راية الخلافة ويريدوا الحكم الرشيد، هكذا يقول لك. نعم صحيح. بالأشياء هذه والجهاد، تنكر الجهاد يقول لي صحيح. لا ما ننكرش الجهاد. باب تنكر التحكيم الكتاب والسنة، لا ما ننكرش. باب تنكر أن المآسي المسلمين، شنو المخرج؟ باب المخرج تو هنا يأتي الخلاف، هنا يأتي الخلاف. هؤلاء الجماعات تنظيم الدولة وغيره، بدل ما يخرج مشروع للأمة متكامل للنهوض بالأمة، يأخذون هؤلاء الشباب ويوجهون طاقاتهم إلى الأمة نفسها تكفيرا وقتلا واستحلالا لدمائهم. أليس هذا الذي يقع ولا؟ هذا الذي يقع تحديدا. هذا صحيح. يا أخي الكريم، الخلاف الذي أكبر الخلاف الذي بينك وبينك، أنك أول شيء تسقط العلماء وسيفك بدل من أن تسله في محله لبشار وغيره، تسله في الطاقات المسلمة التي مثلك والتي يعني لا تخالفك إلا في أشياء بسيطة. فهذا أكبر الانحرافات التي تقع فيها الجماعات في هذه القضية تحديدا. فأين يقع التلبيس والتدليس؟ يعني دار الإفتاء الآن يقال له انظر إلى دار الإفتاء، تدعو إلى الديمقراطية وتدعو إلى كذا والتخديل والإسلام الديمقراطي والأشياء هذه. الموضوع طويل هنا، ظاهر الكلام حقيقي ولكنه باطل، لما تتأمل فيه باطل. دار الإفتاء لا تنكر، بل تدعو الليل والنهار إلى تحكيم شريعة الله، الليل والنهار تدعو إلى تحكيم شريعة الله، وهي تتكلم عن مآسي المسلمين ربما لا نظير لها، تتكلم عن حلب وعن فلسطين وعن كل شيء، وتعتقد وتدعو إلى الجهاد أيضا في سبيل الله بالضوابط الشرعية الذي هنا يقع الخلاف بيننا وبين أولئك. هؤلاء العلماء يتعاملون ويتعايشون مع الواقع المعاش. أنت تريد أن تعلن جهاد في بحر متلاطم من الكفر والقوى المتآمرة علينا الليل والنهار، هو يدرك أن هذا غير 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 مقدور عليه. كما أن العالم الفقيه الذي يسقط صلاة الجمعة عن السجين، كذلك يسقط الجهاد عن الأمة في حالات ويقول لها اسلكي هذا المسلك فيه أقل ضررا عليك. أما أنت مغلق العقل، ضيق الأفق، الجهاد ثم توجه سهامك إلى البنيان المرصوص، الجهاد وتوجه سهامك إلى توار درنة، الجهاد وتوجه سهامك الآن إلى أناس ينبغي أن تدعمهم، الأصل فيهم أن تدعمهم. فيحدث اللبس والخبص في هذه القضايا تحديدا. أرجو أن تكون الصورة واضحة. نعم طيب دكتور، يعني من خلال هذا الانحراف الذي ذكرته لجماعة داعش، هل يمكن أن نقول بأنهم استغلوا استخباراتيا أم في الأصل هم صنع استخباراتي؟ لا، هنا لما المتأمل في كلامي الآن، أصل هؤلاء الشباب ليسوا استخباراتيين، هذه أكذوبة يعني ينفيها الواقع وينفيها لو اقترب الناس من هؤلاء الناس. هؤلاء صادقون، لكن من أيسر ما يكون استغلالهم إلى أي طريق. الصدق لا يمنع من الانحراف ولا يمنع من الاستغلال، ولذلك القانون لا يحمي المغفل. هذه قضية الصدق لا تكفي في شيرة. أنت إنسان تقوم الليل وتصوم النهار وتفجر نفسك وتظن نفسك تذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا قد تفجر من نفسك من هنا وتدخل إلى النار وقودها الناس والحجارة. الانضباط الشرعي هو بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء. لكن أين يدخل المخلب الاستخباراتي؟ يدخل المخلب الاستخباراتي كما في سرتلان على سبيل المثال، في هذا التنظيم أين يدخل؟ هؤلاء الشباب تريد أن تكون إماما عندهم، تحفظ بعض المصطلحات وتقوم ببعض الأعمال، منها مجتمعات كافرة، مجتمعات مرتدة، حكومة مرتدين كفار، الولاء والبراء، الجهاد، الغرباء، الجمل، المصطلحات هذه أتوب أبرأ إلى الله من أقاربي ومن المرتدين، وهؤلاء كفروا بالله، وكل ما تزيد في العيار هذا كل ما تزيد عندهم إمامة وكذا حظوة. نعم. فيدخل فيهم من ليس فيهم بهذه القضية ويقدمونه ويصبح ربما، ولذلك الآن في حرب سرت أنا كنت متابع بعض اللي مسكين التسليح والتخطيط وكذا، كان ضابطا في زمن القذافي، أنا جابوا معه حتى لقاء في حزب البعث في العراق، عامتهم تابوا
ونبرأ إلى الله، وهؤلاء مرتدين وهؤلاء كذا، وهؤلاء يضعونهم في أعلى المصاف وكذا. فوين يقع الواحد؟ الشباب البسيط هذا بمجرد تقوله هذا مرتدين وهذا كذا، خلاص هذا أخ ولا مطلق ويقدموه لأي شيء. هذا الذي ومن هنا يتسلل تسلل استخبارات، لا سيما المخابرات المصرية التي هي تعتبر رائدة في هذا المجال. طيب دكتور، الآن رائدة في مجال اختراقات الجماعات. نعم دكتور، الآن تنظيم داعش هذا كان له تواجد، ونعترف جميعنا بأن له تواجد في ليبيا. نعم. وكان له تواجد في على الأقل في 3 مدن كبرى: صبراتة ودرنة وسرت وبنغازي، خاصة بعد أن كشف الحال الآن. لماذا لم تتم مواجهة هذا التنظيم منذ البداية؟ لماذا مثلا في درنة، الكثير الآن يسأل، وأنا أنقل سؤال المشاهد، يقول لك درنة لم يتحرك توار درنة ضد هذا التنظيم إلا عندما قتل 3 من توار درنة، لماذا مكنوهم أولا أو تركوهم يتمكنوا وبعد ذلك هاجموه؟ الموضوع هذا موضوع الشباب هذا عموما، تنظيمات هذه، تنظيمات الجهادية وتنظيم الدولة ونحو ذلك. أولا الأمر الأول أن الدولة الليبية المتمثلة في دار الإفتاء والمؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ قد أقاموا مؤتمرا هنا في ريكسس ودعوا إلى محاربة هذا التنظيم جهارا. والخلاف الكبير الذي كان يقع بين دار الإفتاء وبين عملية الكرامة أن محاربة الإرهاب لا تتم بهذه الطريقة. يعني أنا اليوم اتهم تجوره، سامحني على المثال هذا، بان فيها ارهابيين واقوم وعندي انا امكانيه انني نقصفها بالهاوزر الليل ونطبعه نار، يصير منا الكلام هذا؟ او نتهم العزيزيه بان فيها ارهابيين ونمسحها مسح كما يحدث الان في قنفوده اقتداء بهذا الذي ادعى انه الارهاب. هذا شخص مطلوب للقضاء، مطلوب للنائب العام، صح ولا لا؟ صحيح. لبس لباس معين وقال انا ساحارب الارهاب وبدا يقصف الناس. هذه القضيه احتج عليها دار الافتاء وقالوا لا يمكن محاربه الارهاب الا عبر الدوله. هذا كلام عام، سندخل في التفصيل الان. بالنسبه لدرنا وصبراته سرت، نعم. سرت والاماكن هذه، هذا التنظيم يشهد له القاصي والداني بانه شرس القتال، مش قضيه انك انت تقتل منهم شخص وتنتهي القصه. ولذلك انا انبه حتى اهل مصراته والذين شاركوا في البنيان المرصوص الا يضعوا اسلحتهم وان ينتبهوا جيدا، فالحرب هؤلاء ليست بالامر الذي تزيحهم من مدينة وانتهى الأمر. غدا ستبدأ مفخخات هنا وتبدأ القصف هنا وتبدأ الخطف هناك وتبدأ كذا. فالموضوع طويل، يحتاج إلى دعم طويل المدى، يحتاج إلى القضاء عليه دعم، لأنه هو جاي عقيدة، تعرف معنى عقيدة، هو يرى أن هذا الطريق موصل للجنة فلن يتراجع حتى ينتهي، يموت يقيم، انتهى الموضوع. فلما نأتي إلى أهل درنة ولا أهل صبراتة ولا كذا، هذا تنظيم متمكن، ما في دولة منعته، أنا كيف نقاتل؟ أنا ما عنديش إمكانية أني نقاتل إلا لما أنشب خنجره في, في في الناس، عند ذلك قاتلوه اضطرارا. وهذه حتى سياسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا، بمعنى الكلام قال لن أبدأهم إلا إذا استحلوا الدم. فلما قيل لهم أنه قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرض قال الآن نقاتلهم. فهؤلاء مجموعة هي حتى إن شاء الله 5 أنفار والله 20 نفر، قتالهم ليس بالأمر السهل. أنا غدوة نفتح معاهم نار بيغدوا من يمدني. ولذلك الآن أهل صبراتة إلى يومنا هذا لم يتلقوا دعما لا من الحكومات ولا من حتى المؤسسات العسكرية وهذه القضايا. فإذا فتح المعركة مع داعش بعشوائي هكذا أو بدون أي ترتيب مسبق فهذا يكلف شيء كثير. ولذلك هؤلاء التوار من قديم يعرفون، يقول فتح النار مع هؤلاء سيكلف المدينة باهظا، يعني ما هوش أمر سهل. واضح الفكرة شيخ؟ نعم. طيب السؤال أيضا، يعني جرب أنت الآن، مصراتة دخلت في حرب معهم قبل حرب البنيان المرصوص واستمر فترة طويلة، مع أن مصراتة كانت ترسانة مسلحة كبيرة، وهؤلاء أنصار لما وقع 166 والجماعة هذا لما خشوا في قتال استمرت فترة طويلة، مع أن يعني تعتبر مصراتة شبه دولة يعني، ومع ذلك أخذت منهم شيء كثير. طيب هذا مبرر، انظر القتال سمحني بس، وقتال هؤلاء الدواعش كلف هذه المدن كثيرة، في درنة وفي صبراتة وفي في سرت تكلفتهم شيء. نعم. فالمعركة مع هؤلاء الناس بالسهلة يعني. نعم. حتى نفتح معك معركة هيك مفتوحة، هذه الأصل وأنا كتبت هذا قديما وذكرته كثيرا، هذه المعركة يجب أن يتوحد فيها الليبيين كافة. أما جهات لم تشارك بطلقة واحدة وجهات تدخل بعمقها، هذا ليس من العدل في شيء. هل هذا الذي ذكرته الآن يعني الاستعداد لحربه، هل هذا هو المبرر الذي جعل مجلس شورى توار بنغازي يتأخر في التبرع من هذا التنظيم؟ لا، هذا الموضوع ما الشورى له خصوصية. تو الآن أنا تكلمت على درنة والسرت
وصبراتة. أما بنغازي فلها خصوصية. أولا لم ننفي يوما ما نحن أن نحن قلنا ما فيش داعش في بنغازي، لم نتكلم عن هذا. نحن عندنا فريقان أو عندنا معسكرين، معسكر انقلابي يقوده الجنرال المعروف هذا، وعندنا معسكر تاني فيه خليط توار وغيرهم، لكن هذا يدفع هذا الانقلابيين. هذه الصورة هكذا. هل هؤلاء معهم دواعش؟ نعم معهم دواعش. هل معهم أنصار شريعة؟ معهم أنصار شريعة. هل معهم عوام ناس وتوار وأشياء؟ كل هذا موجود، لكن اللي يهمنا أن هذا المعسكر، أن هذا المعسكر هو ثوار 17 فبراير بطيفه الذي قاتل القذافي. لما قاتلوا الناس القذافي لم يكن فقط مواطنين عاديين هكذا، فيهم كل شرائح المجتمع. واضح هذه الفكرة؟ هذه نقطة مهمة رأي للغاية. احنا ما قلناش أن حليفة حفتر يحارب الإرهاب، لا، ليس الأمر كذلك. المعسكر الذي من هنا فيه كل شيء، فيه شرائح المجتمع الليبي اللي موجود في بنغازي. أما الطرف الثاني فهو انقلابي بامتياز. وأنا أستغرب الحقيقة غاية الاستغراب أن الناس تضج ضجا من 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 بضعة نفر من الدواعش وغيرهم، ولا تنتبه ولا ترى الطيران الفرنسي والطيران الإماراتي والطيران المصري، ولا ترى العدل والمساواة، ولا ترى المرتزقة، ولا ترى الدعم اللامحدود لذاك الانقلابي. أنا أستغرب غاية. يا ريت الناس تضع موازين محددة حتى نزن بها الأمور. يعني الآن نفط الليبيين بالكامل لا يرانا تحت العدل والمساواة، تحت المرتزقة، واخدينها مسيطرين عليه، مش بشهادة نيرا، بشهادة المغاربة والزوية والقبائل اللي موجودة غادي. متى ينتبه الناس؟ لا أدري يعني. فالناس وجهوهم أنها راوا هنا في دواعش مسلطين عليهم الضوء، وأن هذا العالم الغربي الآن والشرقي والجنوبي والتشادي والسوداني والدنيا اللي مليانة غادي ما يشوفوش فيها الناس، ما يشوفوش فيها الناس اطلاقا. طيب هناك سؤال يا دكتور مهم جدا، وهو لماذا الحاضنة الشعبية الحقيقة وقفت ضد هؤلاء الدواعش في كل من صبراتة ودرنة وسرت، ولكن بالمقابل وقفت ضد التوار في بنغازي؟ سنسمع إن شاء الله إجابة بعد أن نخرج إلى فاصل. سنخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نعود إليكم. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث. بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني. السلام عليكم وأهلا بكم مجددا. دكتور سألت قبل الفاصل، الحقيقة هو سؤال محير ويعني الكل يسأله، لماذا الشعب في أو الناس في كل من درنة وصبراتة وسرت، على الأقل في أهل مصراتة أو أهل القوات التي قاتلت مع مصراتة ومصراتة في سرت، كانوا يعني كانوا ضد هؤلاء الدواعش، بينما الناس في بنغازي خرجت ضد الثوار كما نراهم الآن؟ بالطبع. نعم، السؤال هذا مهم، وأرجو أن يعني نحاول أن نضع الصورة كما هي. بنغازي هذه اشتغلت فيها أيادي كثيرة، منها ما يسمى بأنصار الشريعة قبل تحرك عملية ما يسمى بعملية الكرامة. الطيف الموجود في بنغازي كان كل شيء، كان فيه أنصار شريعة، وكان فيه الفيدراليين، وكان فيه مخابرات شرقية وغربية، وكان فيه كل شيء. لماذا الحاضنة في صبراتة وفي درنة وفي سرت لم تقف مع الدواعش؟ لم تقف طبعا سرت، أما أهل سرت فكثير منهم وقف مع الدواعش وقالوا هؤلاء نحن
وطلبوا أيضا من 166 أن تخرج في البداية. إيه نعم. وقالوا هؤلاء يا أولاد، أنا أقصد بالحاضنة، حاضنة التوار من مصراتة ومن المناطق الثانية. نعم. شجعت أولادها للذهاب إلى سرت، وإلا فإن أهل سرت نقول الحقيقة كثير منهم رحبوا بالدواعش. إيه نعم. وبل قالوا نحن هؤلاء أولادنا وهؤلاء ممكن أن نتعامل معهم. تمام. أنا لا أقصد أهل سرت في الحقيقة، وهؤلاء يسمعوني لأن لا هذا واقع حقيقة. نعم. كثير واقع. منهم وإن كان بعد ذلك دكتور يعني لما جربوا يعني إجرامهم وجبروتهم يعني ندموا على ما فعلوا. بالنسبة للناس اللي دعمت الدواعش في سرت لهم خصوصية نبدأ بها نطلعوها من النحت والنقاش وبعدين نرجع للآخرين. عندنا أهل سرت في الجملة كانوا يحكمون يوما ما، في الجملة كانوا يحكمون، فلما جاء التوار الذين تمثلهم مصراتة أبعدوهم عن الحكم، فأي قوة تسقط مصراتة فأنا معه ولو كان الشيطان كما ذكروا، مش هم ذكروا للناس هذول، واضح هذه الفكرة. فأنا عندي ناس موتورين في 2011 دمرت بيوتهم ووقعت حرب ووقع زعيم القذافي نفسه وقع أسير وقتل ووقعت فيهم يعني مقتل وكذا، فهم موتورون في الجملة، موترون ينتظرون أي شيء ينتقم لهم من هؤلاء الذين جاءوهم. فلما جاءتهم داعش، طبعا كنا كما ذكرنا داعش مخترقة، داعش مخترقة، وأكثر من اخترقها هؤلاء الناس الذين كانوا أتباع نظام السابق، قضوا أحسن الناس، ولذلك ذكر حتى أحدهم في الذي في مصر قال شباب أنقياء وأطهار أحمد جدا في الدم وش المشكلة اللي فيهم ونحو ذلك. فإذا خصوصية سرت وتعاطف بعض الناس معهم من هذا المنطلق. لكن صبراتة ودرنا لا نحكي على بنغازي، الآن نحكي على بنغازي. بنغازي عندنا طائفة قد تقع في الاغتيالات اللي هي الطائفة المتطرفة من أنصار الشريعة، حتى بكل يكون الكلام بكل وضوح، في بعض الإسلاميين الذين ينتسبون إلى التيار الجهادي من عقيدتهم اغتيال بعض الشخصيات، هذا موجود ما ينكره أحد، لكن كم نسبته؟ 5% 15% 10%؟ هذا ما عندناش إحصائيات. كان على حتى في أنصار الشريعة أعتقد بأن كل أنصار الشريعة يعني تورطوا في الاغتيال. لا 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 ليس هكذا، قلنا بعض المتطرفين. نعم بعض المتطرفين ذلك حسب ما ذكروا لنا في السابق كانوا يعني ليس هو من باب الدعايه لهم، كانوا امورهم دعويه وكانوا يقومون ببعض المساعده للناس وكذا. احنا يا دكتور حتى نكونوا منصفين هيك ما نضع الحقيقه، ومن شاء قبلها ومن شاء فردها. بعض ممن ينتسب الى التيارات الجهاديه المتطرفه سواء كان في انصار الشريعه وغيرها، بعض ما ينتسب لشيء يعتقد أنه اغتيال بعض الشخصيات التي هي مرتدين أو كفارة ونحو ذلك، هذا موجود. نعم. لكن كم نسبة، هذا سؤال مهم، كم نسبة هؤلاء الناس في بنغازي؟ هذا كان على وزير العدل أنت علي زيدان شو اسمه صلاح المرني، كان أن يخرج لنا، هي المسؤولية تقع على تلك الحكومة وعلى وزير العدل تحديدا. نعم. الذي أخر نصب الكاميرات وأخر. نعم. أعمال كثيرة كان على الدولة الليبية أن تقوم بها، لم يقم بها. لكن هذا سؤال، لكن نسبة كبيرة من الأيادي المخابراتية أيضا قامت بالقتل وكذا. فإذا هذا هنا لماذا لم تتعاطف الحاضنة معهم؟ إذا هيئت أو تهيأ المناخ، من الذي يغتال؟ أنصار الشريعة. من الذي يغتال؟ أنصار الشريعة. فالناس هناك يقول لك يجيني حتى الشيطان نيب نوقف معه ضد هؤلاء الناس. واضح الفكرة ولا؟ صح. وقعت سلسلة من الاغتيالات بلغت إلى 500 قتيل تقريبا أو أكثر. لا أدري يعني إيه هذا الضباط وقع فيها ضباط وشيوخ ومحامين وصحفيين وإعلاميين وأشياء. نعم. هؤلاء الناس الإعلام يشتغل والمخابرات تشتغل، كله صب على أنصار الشريعة، كلهم صب على التيار الإسلامي المنسوب للتيار الإسلامي الجهادي إن شاء الله، حتى 5 أنفار. فإذا البيئة هذه تنتظر أي شيء يأتي حتى يخلص، هيك يشتغلون لهم هيك، ونجحت الفكرة هذه حقيقة يعني. فلما جاء من يزعم بالكرامة وقال أنا سأحارب الإرهاب، هذه الحاضنة كلها توجهت بنادقها إلى هذا الجسم، واضحة هنا. لذلك لم يتعاطف هؤلاء التوار، وقعوا بين شقي الرحى. ولذلك أنا أعرف ناس والله صادقين ومن قادة التوار انسحبوا لهذا السبب الذي سأذكره الآن. وقعوا التوار، عموم التوار وقعوا بين شقي الرحى. يوجد من المتطرفين الدينيين صح التعبير الذي يقف ضد حفتر، وهؤلاء التوار يعتقدون اعتقاد جازم أن حفتر لم يكن يوما ليقاتل الإرهاب، إنما جاء للقضاء عليهم هم، وما جعلت مسرحية الاغتيالات إلا لأجل هذه القضية اللي هي القضاء على التوار. واضح الفكرة ولا؟ وما نراه اليوم من انسحاب رتل كامل من الدواعش تحت مرأة الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري ونحو ذلك إلا مصداقا لما كان يعتقده أولئك التوار. فهؤلاء اللي هم أنصار الشريعة والله من سمى بتنظيم الدولة لاحقا
لم يجد الثوار إلا هؤلاء أمام موجودين، شيء موجود أمامك، مثل ما وقع. وأنا سأضرب أمثلة بقتال القذافي، هل كان الناس صفا واحدا؟ كان الأمازيغي والعربي والقبلي واللي يشرب في الخمر واللي يسب في الله واللي يصلي والشيخ والداعية كلهم وقفت صف واحد لقتال شو اسمه هذا القذافي، صح ولا لا؟ فحتى هؤلاء الناس اللي وجدوا في هذا الصف وجدوا أن خليفة حفتر رفع شعار محاربة الإرهاب، لكن جاء ليسحق ثوار 17 فبراير، فالناس اجتمعت هنا كوكبة كما اجتمعوا كوكبة ضد القذافي، واضحة الفكرة هذه ولا؟ لذلك هذا جوابا على سؤالك لماذا أنت قلت أن لماذا لم يعلن التبرع؟ تأخر، نعم تأخر. أنا محتاجة بندقية تقاتل في الانقلاب، ما ليش علاقة بها؟ أنا ضد نطلع في كلام ونقول راني ليه مش أنصار الشريعة ولا أنصار تنظيم الدولة والبيان، كما هي حال دار الإفتاء، دار الإفتاء الليل والنهار تقول لك أنا ضد التنظيم وأخرجت مرئيات وكذا، لكن غادي بيقاتل حفتر خلي قاتل، زي ما قاتل القذافي ناس متطرفين وقبليين وشيوعيين وملحدين وعلمانيين واسلاميين والدنيا كلها قاتل. هل تقصد ليس من الحكمه والحنكه السياسيه والعسكريه؟ لا العسكريه، انا في ميدان قتال انت جمعت لي مرتزقه وجمعت لي العدل والمساواه وجمعت لي طيران وجمعت لي فرنسيس وجمعت لي اماراتيين وجمعت لي كذا، جاني جتني بندقيه وقفت معايا، ما ليش علاقه بها، يعني هذا جاي بيقاتلك انا ما ليش علاقه بيه، لا علاقة لي به، لا أحمل فكره ولا منهجه، أنا أريد أن أدفع ذاك الانقلاب أيا كان الذي سيقف هنا سأقف معه، أما أوقف الليبيين مع الناتو وغيره فلماذا الآن؟ يعني هو من باب عدو عدوي صديقي، من باب دفع عدو أكبر أكبر بس، وإلا أنا الآن لو تخلصت من ذاك العدو سأقاتل هذا العدو أيضا. هو هذا هو الآن أخرجوا بيانات بتكفير هؤلاء، نعم بالصورة مكفرينهم هم، بل أخرج بيانات بقتل بقتلهم وإخراجهم. أما في درنا وأما في صبراتة فلم يقع تلك التهيوة من سلسلة من الاغتيالات، فأول ما خرج تنظيم الدولة فقاتله الناس وتعاطف الناس جميعا ضده، واضح المسألة هذه في غاية الأهمية. هنا صنعت بيئة مخابراتية صنعت هذه السلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، ووقع فيها بعض الذين محسوبون على التيار الإسلامي بغبائهم وطيشهم وحمقهم، ألبسوهم هذا الثوب وامتطوه غاية الامتطاب بكل ارتياحية ورحابة صدر، فنفرتهم البيئة هذه الحاضنة الشعبية نفرتهم. أما في درنة وفي صبراتة فلم يكن الأمر كذلك، لما خرج هؤلاء الدواعش وقتلوا الناس في الطرقات خرجت لهم ثوار وغير ثوار، خرجوا وقضوا عليهم جميعا ولم يجدوا من الحاضنة بيتا واحدا يأويهم، واضح الفكرة ولا؟ نعم نعم صح. طيب دكتور على ذكر دار الإفتاء، لا نسمع كثيرا الحقيقة بأن دار الإفتاء لها يد في التستر على هؤلاء الدواعش الموجودين في بنغازي، هل هذا الكلام صحيح؟ هو كما أشرت أنا للجواب قبل قليل، هو الذي يعني يريد أن يتصيد لك، يعني سيبحث لك، يعني أكثر جهة حاربت الغلو في ليبيا هي دار الإفتاء، أنا أتحداهم الآن هؤلاء الذين يعني يصيحون اللي تبين أنكم متواطئون معهم، أنتم الآن في عمل يخرج رتل منظم ومرتب وبوقوده وذخيرته وكذا، هذا لا يمكن أن يخرج بطريقة عشوائية إلا هناك ترتيب مسبق في هذا. أما دار الإفتاء فهي تعطي الحكم الشرعي، أما العمل العسكري لا تتدخل فيه، لا يستطيع أحد من الناس، أنت في معركة الآن، أنت الآن في معركة مع 10 أشخاص أنا وأنت فقط، يجيني واحد يقول لي نحي فوزي هذا ليش مش كويس فيه، ما فيه ما نقدرش أن نحي، أنا قدامي 10 الآن وهو معي واقف في المعركة، بعد ما تنتهي المعركة عند ذلك يعني أتفق معك أو أختلف، هذا موضوع آخر. يعني البعض أيضا نسب إلى دار الإفتاء قال لماذا دار الإفتاء لم تتبرأ من مجلس شورى ثوار بنغازي، لأن بعض هؤلاء المنسوبين لداعش وغيره قد قاموا بالذبح وقاموا ب يعني هل من واجب دار الإفتاء أنا أن تتبرأ من كل أحد يعني بي بي بعيني بعيني هكذا؟ لا لا واجب دار الإفتاء أن تقدر المصالح والمفاسد، دار الإفتاء أعلنت بكل وضوح وبياناتها ولقاءاتها ومؤتمراتها وندواتها كلها تدين ما يقوم به هؤلاء المتطرفين الليل والنهار، هذا الأصل. تطبيق النظري، التطبيق النظري متروك للعمل العسكري، والعمل العسكري هنا كله في دعم لثورة 17 فبراير، يوجد به متطرف 2 3 5 هذا يقدره العسكريين، أنا ممكن نقع ندخل معه في قتال يأتي ذاك الخصم ويقضي علي أنا وهو، فأنا ترك قتاله ربما لتجنب شره، ربما لأن شاد علي ثغرة من الثغرات، ربما لأي سبب من الأسباب، هذا يقع وكما وقع في ثورة 17 فبراير ضد القذافي، ضد القذافي كان شرائح المجتمع كلها تقاتل، مش من المعقول تقول والله لا الطوارق ما يدخلوش معنا ولا الأمازيغ ولا القبيلة الفلانية ولا كذا،
تصورات وأفكار المجتمع كلها اشتغلت وانصهرت في هذه الدفع القذافي. فكذلك ما يقوم به خليفة حفتر من قتل ونهب وتدمير وحرق يدفع بأي كان. يدفع طيب بأي كان. طيب دكتور، هو كان يجب، كان يعني كنا قسمنا الحلقة إلى أريد أن أقول شيء مهم بالله. نعم، لا قبل ذلك، وبقي خمس دقائق يعني ربما نؤجل الحديث عن الجماعة وإن كان الشق الثاني لا يترك إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الآن ما الذي يجب على من قاتل التنظيم؟ قبل هذا السؤال يا دكتور، أنا أريد أن أسأل المشاهد الكريم، وأتمنى أن يعمل عقله وهذا العهد به، ينسى الآن المتكلم لكن يتأمل ما سأقوله الآن. أنت يا أخي الكريم في ليبيا الآن تعاني أزمات وقود، أزمات كهرباء، أزمات سيولة، أزمات كذا. أكبر تلك الأزمات على الإطلاق وأعظمها هي هذه التنظيمات المتطرفة، ما يسمى بتنظيم الدولة، أليس كذلك ولا؟ هذا الآن الذي حشدت من أجله عملية الكرامة ومحاربة الإرهاب ونحو ذلك. يا أخي الكريم، هذه الأزمة الكبرى من صناعة خليفة حفتر وطلع متعاون معها. بالله يتأمل فيها شوية هي بس. أكبر أزمة سببت ضياع برق، سببت تهجير أكثر من 300,000 ولا كم، هدم بيوت، قتل، تدمير، مش عارف شنو، البعبع هذا طلع مصنوع ومتعاون ومتجانس مع عملية الكرامة، بدليل أن طلع عرتي الكامل هيك تحت مرأة من درنة ومن بنغازي يراه الطائرات. يا أخي شغل عقلك فيها بس باش تعرف أن هذه الأزمات كلها مصطنعة، وأنا أقولها ومسؤول عنها. كل ما تراه من انقطاع اليوم وأمس وأول أمس 16 ساعة، والله قصص مؤلمة، قال لك حتى ذهبوا بطفل لي نعم في مستشفى قلبي تجورة، مات الطفل يعني، مات الطفل بردا نعم. أكبر هذه الأزمات داعش وهي متعاونة، فمن باب نعم أولى الكهرباء والأشياء كلها أزمات. وانت وانظر ماذا ترى، تبي تقول دار الإفتاء هي اللي مسببت لك أزمة، والله هذا اللي يدعم في داعش أزمة. هذا الأمر الأمر. والأمر الثاني، لما أنت تفتح له الطريق، وين ماشيين هذوم؟ وين من بيذبحوا؟ أليسوا ليبيين اللي ماشيين هذو؟ نعم. أنت يا أخي المسلم، يا أخي الليبي، تتأمل في هذه القصة. أنا لما نفتح لك ونخليك تهرب، رتل مش عارف كم سيارة وكم شخص، وين ماشيين هذوم؟ بن وليد بيديروا لك أزمة غد، بيبطلوا ليبيين غد، للجنوب بيديروا لك أزمة، مش بشر حتى هم من حقهم يعيشوا في أمان. من يفتح لهم المجال؟ عملية الكرامة، وزيد قول الكرامة وبس. ماشي يا شيخ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في 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 عجالة، قامت عملية البنيان المرصوص، باش نوريك أن الأمر، مش قلت لك احنا من عقيدتنا الجهاد، القوة العظمى تريد أن تستأصل الجهاد من أصله، ما يبوش مش قضية تنظيم متطرف ولا حاجة. تو البنيان المرصوص طلعوا قاعدة، بالله البنيان المرصوص ضمن تبع تنظيم القاعدة. يا أخي الليبي، يا أخي اللي قتلت في البنيان المرصوص، هل أنت قاعدة؟ قصفوا لك احد قاده المجلس العسكري بتاع مصراته ابراهيم بيت المال، وقتل واحد معه، وشن قالوا؟ قالوا قصفنا، ضربنا اليوم احد قاده القاعده، وقصفوا قبلها وقالوا قصفنا مقرات القاعده. بينت الان كيف خارج من قتال الغلو وقتال تنظيم الدوله واتهموك بالقاعده؟ اذا شنو المطلوب؟ المطلوب ان يبقى من ارتضى الغرب ان يكون بديلا للقذافي، الا وهو خليفه حفتر. وكوبلر في لقائه الاخير لم ينبس ببنت شفا على قضيه البنيان المرصوص ولا قتالهم للارهاب، الذي تغنى به العالم الليل والنهار ان سرت مصيبه، وقالوا حتى شو اسمه هذا الامير امتحمه البغدادي، نعم. البغدادي نفسه موجود في سرت، والجارديان تتكلم على موجود 6,000 مقاتل من داعش وكذا، قتل منك 700 شهيدا و 3,000 جريح، لم يقولوا لك حتى شكرا في الوقت الذي ولم يقولوا في الوقت الذي أقولها كلمة، ولعلي أخصص حلقة كاملة. ما قام به التوار في سرت يعادل القرضبية ويفوق، القرضبية متاع الطليان ويفوق. إذا كان أجدادنا خلصوا ليبيا من الطليان في معركة القرضبية، فهؤلاء خلصوا لنا يعني تنظيما قد يأتي على الحرث والنسل في أفكارنا وعقائدنا ودمائنا وأموالنا، ومع ذلك لم يقال لهم شكرا. لو كان الأمر للليبيين الحقيقيين لجعل هذا اليوم يوم تحرير سرت يوما وطنيا بامتياز، تلغى كل الأيام يوم تحرير سرت، هذا يصبح يؤرخ به الليبيين. لكن لا بواقي لهم، هؤلاء الشباب خرجوا هكذا حمية، وخذلهم الكبار في المجلس الرئاسي. ولذلك لما هذه الدفعة لم يقال لك مجلس وصايا، أنت لا تستطيع حتى تقول لهؤلاء الناس شكرا،
يا فلان وفلان وفلان في المجلس الرئاسي، لم يقولها للأسف، لم تقولوا أيها الأبطال. يجب هؤلاء أن تعلق لهم النياشين ولأمهاتهم ولأبائهم. وبالمقابل الآن جرحى حفتر الآن يعالجون على حساب وزارة الدفاع. والله طفح الكل، والله بلغوا بشيء يعني شيء غريب أبعد. ولذلك هذا كله مرده إلى أنك أنت يا أخي كريم اللي قتلت في سرت ما عندكش منها، ما عندكش برنامج، توغدوا يولعوك يقولك بن وليد تمشي، يولعوك مرة أخرى تمشي السبب. لكن لو أنك أنت تدخل في جسم منظم وترتضي قيادة واحدة لك من 10 من 15 من 20 من المدن اللي متاحة الآن، وتكون روحك تحت قوة أنت تملك العتاد وتملك القوة. يا أخي دائما نقول فيها في الدول الأخرى، الدول لما يكون فيه نظام قائم اللي بيديروا انقلاب يبغوا يجمعوا في مسدس ويجمعوا في كلاشن ويجمعوا في شوية فلوس وشوية باش يديروا انقلاب. أنت عندك كل شيء ويديروا عليك في انقلاب جماعة المدنيين هذو هيك والعاديين. والله شيء مؤلم. ولا دكتور في دقيقة الآن، ما الذي يجب على الذين قاموا بمحاربة تنظيم الدولة من الثوار فعله الآن مع هذه الأوضاع الراهنة؟ الأوضاع الراهنة يجب ألا يلتفتوا إلى شيء، كل ما تراه الأجسام الآن غير شرعية السياسية التي تراها في الساحة كلها باعتراف كوبلر واعتراف البرلمان كلها غير شرعية. أنت الشرعي واخذ شرعيتك من قتال الإرهاب، نظم روحك، اختار لنفسك قيادة، وحد روحك تحت قيادة وابني الدولة. أنت اللي مفروض تحارب الإرهاب، وأنت اللي تحارب الناس اللي تقطع في الضي والوقود والأشياء هذه، وأنت اللي تحافظ على أمن المواطن. أنت الليبي الحقيقي اللي تبين أنك أنت دافع دم، مش حاط صبعك في صناديق الاقتراع، أنت دافع دم حتى غرقت فيها لا أودانك، ودفعت أصدقائك وأصحابك وناسك. يجب أن تحافظ على هذه الدماء بأنك أنت تدير شيء موحد، جسم موحد، وتنطلق ومعاش تلتفت لهالأجسام هذه كلها لأنها غير شرعية. خليفة حفتر كان يوما ما مطلوب للعدالة صار قائد الجيش الآن، ومفروض علينا وبيحطوه علينا بالقوة. أنت أولى يا أخي، اللي حربت الإرهاب الحقيقي ذاك ذاك يدعم الإرهاب، وأنت اللي حربت الإرهاب. يجب أن تنطلق في الحياة ومعاش تتلفت لشيء، تبني الدولة أنت. أنت يجب أن تقيمها الدولة بالحق والعدل. دكتور علي رحوم السباعي، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، كما أشكر كل من ساهم في إخراج هذه الحلقة وبثها على الهواء مباشرة من الجنود المجهولين. وأشكركم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله.